ده فرح مين؟ فرح أول فايز معانا في كلام الناس، واللي خد أول هدية مقدمة من كلام الناس وإم بي سي مصر. منورني في الاستوديو محمد سعيد، أنت العريس؟ أنا العريس المحظوظ. عامل إيه؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ الحمد لله. كويس؟ الحمد لله. طبعًا محمد بعت رسالة زي ما قلنا لحضراتكم إن كل اتنين مرتبطين حددوا ميعاد فرحهم، يبعتوا لنا رسالة على صفحة كلام الناس يقولوا لنا فيها بس ميعاد فرحهم امتى، هنروح نحضر الفرح ونصور التصوير ده بتاعنا. احنا اللي مصورين الفرح بتاع محمد سعيد، وطبعا طلب الهديه بتاعته هو طبعا اي عريس وعروسه تطلبوا اللي انتوا عايزينه. في احلى من كده؟ مفيش ولا مسابقه ولا اسئله ولا اي حاجه، صح؟ صح. احكي لي بقى من الاول، بعت رساله انت ولا عروستك مريم؟ انا اللي بعتها. بعت لي كتبت فيها ايه وقلت ايه؟ بعت ان انا يعني عايز موتوسيكل اشتغل بيه فتره تانية في شغلي، والحمد لله. وعايز تشترك يعني؟ قلت اشترك في، مش هقول مسابقه، عايز تكسب المفاجاه. عايز اكسب والحمد لله كسبت. لما بعت كنت متوقع ان احنا او فريق البرنامج يرد عليك بسرعه؟ بصراحه لا. بصراحه لا. بصراحه لا والله. ناس كتير بتقول انه لا مش حقيقي، مظبوط. ولما كلموني قلت لا ده موضوع في حاجه غلط. مش مصدق برضو ان انت هتكسب كده من غير اي حاجه. فرحان بصراحه جدا. بصراحه جدا كنتش مصدق خالص. طب امتى صدقت؟ لما حد نزل قبلك من ام بي سي مصر وما جم صور الفرح، بقيت فعلا الموضوع بقى كده خلاص، يعني ده بجد حقيقه مش كده. وفعلا بصراحه يعني الحمد لله. صادقين ولا مش صادقين؟ لا صادقين والله. اقطعوا لنا عليه يا جماعه بعد اذنكم، عندنا مصداقيه ولا ما عندناش مصداقيه؟ شكرا ام بي سي بجد بجد، وهديه جميله وتسلم ايديهم بجد بجد. شكرا ليك. محمد سعيد العريس اللي كسب معانا موتوسيكل، الموتوسيكل ده على فكره طلبه، يعني هما ناس عادة بتطلب حاجات خاصة بالفرح، كنا عايزينك مثلا نشوف هتطلب غسالة، ثلاجة، بوتاجاز، ما شاء الله هو كان مجهز نفسه وقال عايز موتوسيكل. طيب كان طلب غريب بس اتنفذ لك طبعا، بس قول لي انت هتشتغل عليه وهتروح بيه الشغل؟ اروح بالشغل، ولو في فترة ممكن اشتغل عليه برضه اوبر وكده الحاجات دي. حلو قوي. حلو، جميل جدا، مبروك عليك الموتوسيكل. تسلم ايدكم. الحلو ده. تسلم ايدكم. شكرا ليك، انت اللي تسلم ان انت يعني بعت لنا، وحظك حلو وربنا بيحبك ان انت كنت من الناس اللي تم اختيارهم. طيب نقول الو كده. الو الو. العروسه بقى يا مريم. الو. ايوه. ايوه يا مريم، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. مبروك الفرح. الله يبارك في حضرتك. ومبروك الجائزه. شفتي جائزه محمد؟ الله يبارك في حضرتك. ايوه. شايفاها على الشاشه؟ أيوة. شفتي جمال الموتوسيكل يا مريم؟ ايوه كده يا مريم، هي دي الزرغوطه اللي احنا عايزينها، زغروطه ولا زرغوطه مش عارفه الحقيقه. مريم كنت متوقعه ان انتوا تكسبوا؟ بصراحه لا، يعني قلت ان هو مسابقه وكده ومش بتيجي حظ بقى كده. شفتي حظكم حلو ما شاء الله، بدايه سعيده. الحمد لله. اجمد قناه في الدنيا ايه؟ ام بي سي مصر، صح؟ ام بي سي مصر طبعا. نورتينا يا مريومه، شكرا ليكي والف مبروك، وان شاء الله تستمتعوا بيه وجيب لها طلبات البيت. طبعا. مريم. ايوه. طلبات البيت كلها مريم على الموتوسيكل اهو. ايوه بالظبط. ميرسي يا مريم، نورتينا في كلام الناس، شكرا. يخليكي وشكرا. شكرا ليكي، شكرا جزيلا. انا عايزه اقول لك مبروك على الموتوسيكل، والله شكله ما شاء الله، الله اكبر، حلو قوي. الحمد لله. ودخلناه الاستوديو باعجوبه كده، وعايزين نصورك بقى جنبه بعد شويه بعد ما نختم يعني، وعايزاك تقول للناس ان انت بعت وردينا عليك ونزلنا قابلناك وجبنا لك موتوسيكل، قول لهم. انا فعلا بعت على ام بي سي مصر، ولما بعت قلت انا فعلا مش هكسب بصراحه، يعني ما بصدقش في الحاجات دي قوي بصراحه. فعلا صدقوا وفعلا جابوا لي الموتوسيكل بجد والله بجد، وقاعد في البرنامج والموتوسيكل اهو جنبي. شكرا ام بي سي مصر.